أبنائي وبناتي الأعزاء، طلاب وطالبات الصف الحادي عشر العلمي، أهلا وسهلا بكم في مادة الفيزياء، والآن مع درس علاقة الحرارة بالشغل. الحرارة والشغل والطاقة الداخلية. في البداية نتعرض لمؤشرات الأداء. المؤشر الأول: أن يتحقق الطالب من أنه يمكن لنظام معين أن يأخذ أو يعطي الطاقة على شكل حرارة بحيث يبذل الشغل على النظام أو بواسطته، وأن الشغل المبذول بواسطة النظام أو عليه يمكن أن يؤدي إلى تبادل الطاقة كحرارة. المؤشر الثاني: أن يحسب كمية الشغل المبذولة خلال عملية ديناميكا حرارية. المؤشر الثالث: أن يميز بين عمليات الديناميكا الحرارية الأديباتية أو الأيزوثرمية أو عند حجم ثابت. والآن نبدأ في شرح هذا الدرس، ولكن في البداية نتذكر مما سبق دراسته في القسمين السابقين، كيف يؤدي سحب مسمار من قطعة خشبية كما بالشكل إلى رفع درجة حرارة المسمار. يؤدي الشغل المبذول للتغلب على الاحتكاك بين المسمار والخشب إلى زيادة طاقة ذرات الحديد في المسمار وفي جزيئات الخشب. يؤدي هذا الارتفاع في طاقة حركة الجسيمات إلى ارتفاع في الطاقة الداخلية للمسمار والخشب عند سطحي تلامسهما. وما دامت حالة المادة لم تتغير، فإن درجة حرارتها تزداد مع ازدياد طاقتها الداخلية، ويؤدي ارتفاع الطاقة الداخلية لسطح المسمار إلى ارتفاع في درجة حرارته، فتصبح أعلى من درجة الحرارة داخل المسمار. ونتيجة لذلك تنتقل الطاقة من سطح المسمار إلى داخله، ويتوقف هذا الانتقال الحراري عندما تصل جميع نقاط المسمار إلى اتزان حراري. رأينا أن الشغل المبذول لسحب المسمار من الخشب يؤدي إلى ارتفاع في طاقة المسمار الداخلية، وينتقل جزء من هذه الطاقة إلى الخشب على شكل حرارة، وتصير درجة الحرارة النهائية للمسمار والخشب أعلى من درجة حرارتيهما الابتدائية. يدل هذا الازدياد في درجة الحرارة على أن الطاقة الداخلية لكل من الخشب والمسمار ارتفعت نتيجة للشغل المبذول عليهما. لاحظ أن هذا الوصف يتطلب تعريفاً أدق للطاقة بالمقارنة مع التعريف الوارد في الصف الخامس في الفصل الخامس من الصف العاشر. إن الطاقة الميكانيكية التي أضيفت إلى المسمار والخشب لا تكون محفوظة في هذه الحالة، إن مبدأ حفظ الطاقة المقدم في الفصل الخامس من الصف العاشر لم يأخذ في الاعتبار التغيرات في الطاقة الداخلية ولا الطاقة التي يتم تبادلها كحرارة وفق ما رأينا في القسمين السابقين، وإنه لمن المفيد أحياناً تعميم مبدأ حفظ الطاقة لكي يشتمل على الطاقة الداخلية والحرارة. استخدام الحرارة لإنتاج الشغل. يمكن للشغل أن يعطي الطاقة لمادة معينة ويرفع بالتالي طاقتها الداخلية، كما يمكن خفض الطاقة الداخلية بنقل الطاقة من المادة على شكل حرارة، ويمكن أيضا حصول العكس، إذ يمكن للطاقة أن تنتقل إلى المادة على شكل حرارة أو أن تنتقل منها على شكل شغل. لاحظنا في الفيلم أن بالونا
قد ثبت عند فوهة وعاء زجاجي فيه ماء، وأن الوعاء قد سخن إلى أن يغلي الماء الذي بداخله. تؤدي الطاقة المنتقلة من اللهب على شكل حرارة إلى ازدياد الطاقة الداخلية للماء، وعندما تصل درجة حرارة الماء إلى الغليان يتحول الماء إلى بخار، وعند درجة الحرارة هذه يزداد حجم البخار، ويؤدي تمدد البخار إلى قوة تدفع البالون بعكس قوة الضغط الجوي، فيبذل البخار شغلا على البالون وتنخفض الطاقة الداخلية للبخار كما هو متوقع نتيجة لمبدأ حفظ الطاقة. انتقال الحرارة والشغل كطاقة من النظام وإليه. إن الشغل والحرارة متشابهان بحسب وجهة النظر المجهرية، وليس أي منهما من خصائص المادة، بل هما نوعان من أنواع الطاقة التي يتم نقلها من المادة أو إليها، فتتغير بذلك طاقتها الداخلية. يظهر هذا التغير في الطاقة الداخلية بدلالة التغير في درجة حرارة المادة أو في حالتها. ولقد تم حتى الآن التعامل مع الطاقة الداخلية لمادة أو مجموعة من المواد ككمية مستقلة يمكن أن تضاف إليها الطاقة أو تؤخذ منها. هذه المادة أو المجموعة من المواد تسمى النظام. تكون جميع أجزاء النظام في حالة اتزان حراري فيما بينها قبل أو بعد أي عملية تبادل للطاقة. تعريف النظام. النظام كمية من المادة ضمن حدود واضحة ومحددة لا يمكن للمادة الانتقال من خلالها. أحد أمثلة النظام هو الوعاء والماء والبالون والبخار الذي تم تسخينه بواسطة اللهب. مع انتقال الطاقة كحرارة إلى النظام ترتفع طاقته الداخلية. عندما يتمدد البخار وهو جزء من النظام تنخفض الطاقة الداخلية للنظام بالتمدد، ويتم بذل شغل على البالون. جزء من الطاقة الذي انتقل إلى النظام على شكل حرارة خرج من النظام على شكل شغل بذله البالون على الهواء المحيط به. ومع أن النظام يعتبر في الغالب معزولا، فإنه في كثير من الحالات يتفاعل مع الوسط المحيط به. ففي المثال الذي شاهدناه قام تبادل حراري بين اللهب، وكان هناك شغل بذله النظام على الوسط المحيط حيث دفع البالون الهواء الخارجي نحو الخارج، كما انتقلت الطاقة أيضا على شكل حرارة إلى الهواء المحيط بالوعاء نتيجة للفرق في درجة الحرارة بين الوعاء والهواء المحيط به. يسمى الوسط الذي يحيط بالنظام ويتفاعل معه الوسط المحيط. تعريف الوسط المحيط. كل شيء خارج النظام يمكن أن يؤثر في النظام أو يتأثر به. علاقة الشغل المبذول بالضغط وتغير الحجم. لقد تم تعريف الشغل في الفصل الخامس من الصف العاشر،
كحاصل ضرب القوة المؤثرة في جسم في إزاحة الجسم في اتجاه تلك القوة. يعرف الشغل الديناميكي الحراري ببساطة على أنه حاصل ضرب ضغط الغاز في التغير الحاصل في حجمه. ويمكن الحصول على هذا التعريف انطلاقا من التعريف السابق باستخدام تعريف الضغط الأساسي حاصل قسمة القوة على المساحة، والتغير في الحجم حيث أنه يساوي حاصل ضرب المساحة والإزاحة. فنصل باستخدامنا للعلاقات الرياضية، حيث أنه من البداية الشغل يساوي القوة ضرب الإزاحة، وبالتعويض عن وبالضرب في المساحة مقسومة على المساحة، نلاحظ أنه في هذه الحالة حاصل قسمة القوة على المساحة تعطي علاقة الضغط، بينما حاصل ضرب المساحة المقطع في الإزاحة أو في الطول يعطي التغير الذي يحدث في الحجم، وبذلك يصبح الشغل مساويا لحاصل ضرب الضغط في التغير في الحجم. وعندما يكون الضغط ثابتا يمكن كتابة الشغل ب ضرب دلتا في بدلا من دلتا ب ضرب في. إذا تمدد الغاز كما بالشكل فيكون دلتا في موجبة، إذ يقوم الغاز ببذل شغل على المكبس، وإذا ضغط الغاز تكون دلتا في سالبة، ويكون الشغل المبذول بواسطة الغاز على المكبس سالب، أي أن المكبس يبذل شغلا على الغاز. نلاحظ ذلك في الشكل 5-14، حيث أن الشغل المبذول على الغاز أو بواسطته يساوي حاصل ضرب التغير في الحجم. المساحة A مضروبة في الإزاحة B تمثل التغير في الحجم مضروبا في ضغط الغاز. إذا بقي حجم الغاز ثابتا لا يكون هناك إزاحة، ثم أنه لا يبذل شغل لا بواسطة النظام ولا عليه، وأن الشغل حتى مع تغير الضغط خلال عملية معينة لا يبذل إلا بتغير الحجم. وازدياد الضغط مع بقاء الحجم ثابتا يشبه حالة بذل قوة على كتلة دون أن تتسبب في إزاحتها، فالشغل لا يبذل في كلتا الحالتين. ننتقل الآن لبعض التطبيقات على علاقة الشغل المبذول على الغاز أو بواسطته، من ضمنها التطبيق 5 دال، والذي يحتوي على 4 مسائل سنقوم بحلهم بإذن الله الآن، يعقبهم بعد ذلك حل بعض التطبيقات من مراجعة الفصل ومراجعة القسم ثم من كتاب التدريبات. بسم الله الرحمن الرحيم. تطبيق 5 دال صفحة 107. مسألة رقم 1: يبلغ الضغط الغاز في وعاء 1.6 × 10^5 باسكال. يبقى الضغط معنا يساوي 1.6 × 10^5 باسكال، وحجمه 4 متر مكعب، أي أن الحجم الابتدائي لدينا هو 4 متر مكعب.
ما الشغل المبذول بواسطة الغاز؟ ألف إذا تمدد تحت ضغط ثابت حتى مثلي حجمه الابتدائي، أي أن في الحالة الأولى سيزداد الحجم النهائي إلى مثلي الحجم الابتدائي، أي أنه سيساوي 2 من الـ V initial، بمعنى أنه 2 ضرب 4.0 أي 8.0 متر مكعب. المطلوب في هذه الحالة هو حساب الشغل المبذول بواسطة الغاز، أي أن المطلوب هو W. لدينا القانون أن W تساوي B ضرب تغير الحجم، يساوي الضغط مضروبا في الحجم النهائي مطروحا منه الحجم الابتدائي. وبالتعويض لدينا قيمة الضغط 1.6 ضرب 10^5 باسكال مضروبة في الفرق ما بين الحجم النهائي وهو 8.0 مطروحا منه الحجم الابتدائي 4.0، أي أنه سيكون لدينا 1.6 ضرب 10^5 ضرب 4.0. وبإجراءنا للعملية الحسابية مع مراعاة الأرقام المعنوية سنجد أن الناتج يساوي 6.4 ضرب 10^5، وبالطبع وحدة الشغل هي الجول. هذا بالنسبة للحالة الأولى ألف. أما في الحالة الثانية باء، فالسؤال يقول إذا قل حجمه تحت ضغط ثابت إلى ربع حجمه الابتدائي، بمعنى أنه في هذه الحالة سيتغير الحجم النهائي إلى ربع الحجم الابتدائي، أي إلى 1/4 مضروبة في الحجم الابتدائي، وبالتعويض سيكون 1/4 مضروبة في 4.0، أي أن الحجم النهائي سيساوي 1.0 متر مكعب. أيضا المطلوب في هذه الحالة هو حساب الشغل المبذول. لدينا العلاقة أن الشغل يساوي حاصل ضرب الضغط في تغير الحجم، أي أن الضغط لدينا قيمته كما هي ثابتة 1.6 ضرب 10^5 ضرب تغير الحجم وهو الحجم النهائي ناقص الحجم الابتدائي، سيكون لدينا 1.6 ضرب 10^5 مضروبة في الحجم النهائي 1.0 ناقص 4.0، أي 1.6 ضرب 10^5 مضروبة في سالب 3. وبإجراءنا للعملية الحسابية مع مراعاة الأرقام المعنوية سنجد أن الناتج سيساوي سالب 4.8 ضرب 10^5 جول، وهو قيمة الشغل المبذول في هذه الحالة. مسألة رقم 2، أدخلت كمية من الغاز في أسطوانة مزودة بمكبس، تم الحفاظ على ضغط ثابت قيمته 599.5 باسكال، أي أن الضغط لدينا في هذه الحالة سيساوي 599.5 باسكال. نستكمل المسألة. بينما دفع المكبس إلى الداخل بحيث انخفض ضغط حجم الغاز من 5.317 ضرب 10^4 متر مكعب، أي أن الحجم الابتدائي لدينا في هذه الحالة الـ V initial سيساوي 5.317 ضرب 10^4 متر مكعب إلى 2.523 ضرب 10^4 متر مكعب، أي أن الحجم النهائي لدينا في هذه الحالة الـ V final ستساوي 2.523 ضرب 10^4 متر مكعب.
نلاحظ هنا أنه قد تقلص الحجم، بمعنى أن الحجم النهائي هو أقل من الحجم الابتدائي. وفي هذه الحالة نلاحظ أن التغير في الحجم سيكون تغير سلبي، بمعنى أن الحجم سيقل معنا، وبالتالي يمكن لنا في البداية حساب تغير الحجم. تغير الحجم دائما كما نحسب في عالم الفيزياء أي تغير يساوي الحالة النهائية، أي الحجم النهائي مطروحا منه الحالة الابتدائية، وفي حالتنا سيكون الحجم الابتدائي. وبالتعويض عن هاتين القيمتين، الحجم النهائي لدينا يعادل 2.523 ضرب 10 أس سالب 4 مطروحا منه الحجم الابتدائي، وقيمته تساوي 5.317 ضرب 10 أس سالب 4. وكما سبق أن نوهنا وقلنا أن تغير الحجم في هذه الحالة سيكون تغير سلبي، بمعنى أن قيمة التغير ستكون سالبة، فبإجراءنا للحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية سنجد أن الناتج سيساوي سالب 2.794 ضرب 10 أس سالب 4 متر مكعب. إلى هنا نحن حسبنا فقط تغير الحجم، لكن لم نستطع حساب الشغل المطلوب حسابه، والذي يمكن حسابه من خلال العلاقة المباشرة، الشغل يساوي الضغط مضروبا في تغير الحجم. وبالتعويض عن قيم الضغط الذي يعادل 599.5 ضرب تغير الحجم الذي سبق أن حسبناه وهو يساوي سالب 2.794 ضرب 10 أس سالب 4. بإجراءنا أيضا للحسابات لهذه العملية مع مراعاتنا للأرقام المعنوية سنجد أن الناتج في هذه الحالة سيساوي سالب 167.5، وبالطبع وحدة الشغل هي الجول. السؤال التالي لدينا في هذه المسألة يقول: هل الشغل المبذول، هل هو مبذول بواسطة الغاز أم عليه؟ نلاحظ هنا أن الإشارة الخاصة بالشغل هي إشارة سالبة، وهذا يعني أن الشغل لدينا في هذه الحالة مبذول على الغاز. إذن يمكن لنا أن نقول أن الشغل مبذول على الغاز. إذا أردنا أن نسبب بمعنى آخر أن نعلل إجابتنا، نجد لدينا أن الشغل المبذول هو هنا شغل سالب، وبمعنى آخر يمكن لنا القول أن تغير الحجم هنا في هذه الحالة هو تغير سالب، لأن الحجم قد تقلص، فيمكن أن نضيف ونقول لأن تغير الحجم سالب. إذا طلب منا تعليل التغير أو تعليل اختيارنا كما في هذه الحالة من المسألة. مسألة رقم 3 من تطبيق 5 د صفحة 170 تقول المسألة: نفخ بالون لعبة بغاز الهيليوم تحت ضغط ثابت يفوق الضغط الجوي بمقدار 4.3 ضرب 10 أس 5 باسكال. أي أن الضغط الجوي لدينا في هذه المسألة هيساوي 4.3 ضرب 10 أس 5 باسكال. استكمل المسألة: إذا ازداد حجم البالون من 1.8 ضرب 10 أس سالب 4 متر مكعب، أي أن الحجم الابتدائي لدينا هو 1.8 ضرب 10 أس 4 متر مكعب إلى 9.5 ضرب 10 أس سالب 4 متر مكعب، كوننا الأس سالب، أي أن الحجم النهائي هيساوي 9.5 ضرب 10 أس سالب 4 متر مكعب. نلاحظ أن الحجم قد ازداد من 1.8 إلى 9.5، أي أن تغير الحجم في هذه الحالة سيكون موجب. ك
كم يكون الشغل الذي يبذله غاز الهيليوم على البالون؟ أي أن المطلوب في هذه المسألة هو حساب قيمة الشغل. في البداية نحسب تغير الحجم دلتا V يساوي V final ناقص V initial. V final لدينا تساوي 9.5 ضرب 10 أس سالب 4 ناقص V initial 1.8 ضرب 10 أس سالب 4. بإجراءنا للحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية نجد أن الناتج يساوي 7.7 ضرب 10 أس سالب 4 متر مكعب. بذلك نكون قد حسبنا التغير في الحجم، كما نجد كما لاحظنا من قبل أن التغير سيكون هنا أيضا موجبا. يمكن بعد ذلك حساب الشغل، الشغل يساوي الضغط مضروبا في تغير الحجم. قيمة الضغط لدينا تساوي 4.3 ضرب 10 أس 5 مضروبة في قيمة تغير الحجم، وهي كما حسبناها تساوي 7.7 ضرب 10 أس سالب 4. أيضا بإجراءنا للحسابات مع مراعاتنا للأرقام المعنوية سنجد أن قيمة الناتج في هذه الحالة سيساوي 3.3 ضرب 10 أس 2 جول، وهي وحدة قياس الشغل كما نعلم جميعا. مسألة رقم 4 أيضا في نفس التطبيق 5 د صفحة 170 تقول المسألة: ينتقل البخار إلى أسطوانة في محرك بخاري تحت ضغط ثابت بحيث يبذل 0.84 من 100 جول من الشغل على المكبس، أي أن الشغل المبذول في هذه الحالة سيساوي 0.84 جول. يبلغ قطر المكبس 1.6 سنتيمتر، أي أن قطر المكبس أي أن الآر ستساوي هذه القيمة مقسومة على 2 أي ستساوي 1.6 سنتيمتر تضرب في 10 أس سالب 2 لتحويلها إلى المتر مقسومة على 2. في هذه الحالة يمكن أن نقول بأن الآر ستساوي 8.1 ضرب 10 أس سالب 2 من المتر، وهو يتحرك مسافة 2.1 سنتيمتر، أي أن الإداحة التي سنقطعها في هذه الحالة المكبس لدينا ستكون تساوي 2.1 سنتيمتر بالتحويل إلى المتر تضرب في 10 أس سالب 2 لكي تكون بالمتر. ما ضغط البخار؟ أي أن المطلوب في هذه الحالة هو حساب الضغط، ولكن كما نعلم أن الشغل من العلاقة الرياضية الشغل يساوي الضغط مضروبا في تغير الحجم. هو في هذه المسألة لم يعطينا حجم ابتدائي وحجم نهائي لكي نقوم بحساب تغير الحجم، لكنه قام بإعطائنا نصف قطر لهذه الأسطوانة ومقدار الإداحة، بالتالي يمكن لنا حساب حجم هذا التغير عن طريق حجم الأسطوانة التي تغيرت، وبالتالي نقول أن الضغط سيساوي الشغل المبذول مقسوما على تغير الحجم، وتغير الحجم في هذه الحالة سيساوي مساحة مقطع الأسطوانة مضروبا في مقدار الإزاحة، أي أنه سيساوي الشغل مقسوما على مساحة مقطع الأسطوانة وهي تساوي باي آر تربيع مضروبا في ارتفاعها B. بالتعويض في هذه العلاقة فنجد أن ال B تساوي الشغل يساوي 0.84 من 100 مقسوما على باي وهي نسبة تقريبية 3.14 ضرب قيمة مربع ال R 0.8 ضرب 10 أس سالب 2 الكل تربيع مضروبا ذلك في قيمة الإزاحة وهي 2.1 ضرب 10 أس سالب 2. بإجراءنا للحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية سنجد أن الضغط في هذه الحالة يساوي 2.0 ضرب 10 أس 5 باسكال. مسألة رقم 3 من مراجعة القسم 5.3 صفحة 173
تقول المسألة: وضع خليط من غاز وهواء في أسطوانة محرك، مساحة مقطعها 7.4 × 10³ متر مربع، أي أن مساحة مقطع هذه الأسطوانة ستساوي 7.4 × 10³ متر مربع. تمت إزاحة مكبس الأسطوانة إلى الداخل بمقدار 7.4 × 10²، أي أن الإزاحة في هذه الحالة ستساوي 7.2 × 10²/2 متر. نلاحظ هنا أن الإزاحة تمت للداخل، بمعنى أن الحجم تقلص، فتغير الحجم في هذه الحالة يكون سالبا. نستكمل المسألة: إذا كان الضغط المبذول على المكبس 9.5 × 10⁵ باسكال، أي أن الضغط المبذول في هذه الحالة والضغط الواقع سيساوي 9.5 × 10⁵ باسكال. المطلوب في هذه المسألة ما الشغل المبذول على العملية؟ ثم يلي سؤال آخر: هل بذل الشغل بواسطة الخليط الغازي أم عليه؟ نبدأ في البداية بحساب الشغل، مع تكرار ملاحظة أن هذا الغاز خليط الغازات هنا قد انضغط بمقدار إزاحة تساوي 7.2 × 10²/2، أي أنه عند حسابنا نلاحظ أن تغير الحجم يجب أن يكون سالبا، والإزاحة في هذه الحالة سيتم التعويض عنها بإشارة سالب. لدينا العلاقة الخاصة بالشغل يساوي الضغط الواقع على الغازات مضروبا في تغير الحجم. المطلوب حساب الشغل، يمكن لنا أن نقول بأن تغير الحجم في هذه الحالة سيساوي مساحة مقطع الأسطوانة مضروبا في مقدار الإزاحة التي حدثت، أي أنه سيساوي بالتعويض عن قيم الضغط 9.5 × 10⁵ مضروبة في مساحة المقطع 7.4 × 10³/3 مضروبة في قيمة الإزاحة، وهي إزاحة للداخل، لذا تكون سالبة 7.2 × 10²/2. بإجراء الحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية نجد أن الناتج سيساوي سالب 5.1 × 10²/2 جول. نلاحظ هنا أن إشارة الشغل إشارة سالبة، وكما قلنا في شرحنا أن الشغل حينما يكون سالبا يكون مبذول على المادة وليس من المادة، إذن الشغل مبذول على الخليط الغازي. ويجب هنا أن نركز على فكرة إشارة الشغل، حيث أن قيمة الإشارة هي التي تحدد نوعية الشغل إن كان مبذولا على المادة أم من المادة. مسألة رقم 40 صفحة 187 من مراجعة الفصل الخامس. تقول المسألة: ما الشغل المبذول ليزيد حجم دولاب من 35.25 × 10³³ متر مكعب؟ أي أن الحجم الابتدائي في هذه الحالة في initial سيساوي 35.25 × 10³³ متر مكعب. نستكمل المسألة إلى 39.47 × 10³³ متر مكعب، أي أن الحجم النهائي في هذه الحالة سيساوي 39.47 × 10³³ متر مكعب. نلاحظ هنا أن الحجم قد ازداد من 35.25 إلى 39.47
واربعين، أي أن تغير الحجم في هذه الحالة سيكون لدينا موجب. لذا نتوقع في هذه الحالة أن يكون الشغل المبذول أيضا موجب. نستكمل المسألة. تحت ضغط يزيد مقداره 2.55 ضرب 10^5 باسكال، أي أن الضغط في هذه الحالة سيساوي 2.55 ضرب 10^5 باسكال. المطلوب الأول في المسألة، هل بذل الشغل بواسطة الغاز أم عليه؟ في هذه الحالة هذه الجملة تتضمن مطلوبين، لأنه لكي نقوم بحساب ومعرفة هل الشغل بذل على الغاز أم من الغاز، لابد لنا في البداية من حساب مقدار الشغل ذاته ومعرفة إشارة الشغل إذا كان موجبا أم سالبا. في هذه الحالة نقوم في البداية بحسابنا لتغير الحجم دلتا في، ودلتا في سيكون مساوية ل V final الحجم النهائي ناقص V initial الحجم الابتدائي. وبالتعويض هذه العلاقة عن قيم كل من الحجم النهائي والحجم الابتدائي، حيث أن الحجم النهائي 39.47 ضرب 10^3، أما الحجم الابتدائي فهو يعادل 35.25 ضرب 10^3. وبإجراءنا للحسابات مع مراعاتنا للأرقام المعنوية في هذه الحالة سنجد أن الناتج سيساوي 4.22 ضرب 10^3، ووحدة الحجم المتغير لدينا أو تغير الحجم في هذه الحالة سيكون المتر المكعب. بعد ذلك نقوم بحساب قيمة الشغل المبذول، حيث أن الشغل سيساوي الضغط مضروبا في تغير الحجم. الضغط لدينا قيمته في هذه المسألة يساوي 2.55 ضرب 10^5، بينما قيمة تغير الحجم كما سبق وحسبناه تساوي 4.22 ضرب 10^3. بإجراءنا للحسابات مع مراعاتنا للأرقام المعنوية سنجد أن قيمة الشغل المبذول في هذه الحالة سيساوي موجب 1.8% ضرب 10^3 جول. وكما سبق وتكلمنا في المسألة الخاصة بمراجعة القسم، وقلنا أنه يجب أن نلاحظ وندقق على مقدار ونوعية شحنة أو إشارة الشغل المبذول في هذه الحالة. فالشغل موجبا يعني أن الشغل بذل من المادة نفسها أو من النظام نفسه، بينما إذا كان الشغل سالبا فيكون مبذولا على النظام أو على المادة. في هذه الحالة نلاحظ أن الشغل موجب القيمة، أي أن الشغل بذل بواسطة الغاز. الشغل بذل بواسطة الغاز. أيضا من مراجعة الفصل الخامس صفحة 187 المسألة رقم 41، يبذل غاز الهيليوم في البالون في بالون لعبة شغلا على محيطه لدى تمدده عند ضغط يزيد مقداره 2.52 ضرب 10^5 باسكال، أي أن الضغط لدينا هنا يساوي 2.52 ضرب 10^5 باسكال. الحجم الابتدائي للبالون 1.10 ضرب 10^4 متر مكعب، أي أن V initial ستساوي 1.10 ضرب 10^4 متر مكعب. وحجم النهائي 1.50 ضرب 10^3 متر مكعب، أي أن V final
تساوي 1.50 ضرب 10^3 متر مكعب. أول شيء نلاحظ هنا أن الحجم قد تغير بالزيادة، وفي هذه الحالة سنلاحظ أيضا أنه يجب أن يكون تغير الحجم دلتا في يجب أن يخرج معنا من الحسابات موجبا، وبالتالي يدل على أن الشغل المبذول في هذه الحالة نتوقع أن يكون موجبا. نستكمل المسألة، قال لنا استخدم هذه البيانات لحساب الشغل المبذول بواسطة الغاز، أي أن الشغل هو عبارة عن الكمية المجهولة المراد حسابها في هذه المسألة. في البداية لنا أن نحسب دلتا V، دلتا V تساوي V final ناقص V initial، وبالتعويض عن قيم كل من الحجم النهائي والحجم الابتدائي 1.50 ضرب 10^3 ناقص 1.10 ضرب 10^4، وبإجراء الحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية نجد أن تغير الحجم يساوي موجب 1.40 ضرب 10^3 من مكعب. نستكمل بحساب الشغل، حيث أن علاقة الشغل تقول أن الشغل يساوي الضغط مضروبا في تغير الحجم، وبالتعويض عن كلاهما الضغط لدينا يساوي 2.52 ضرب 10^5 مضروبا في تغير الحجم الذي سبق وأن حسبناه 1.40 ضرب 10^3. بذلك وبإجراءنا للحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية نجد أن الناتج يساوي 3.50 ضرب 10^2 جول. كتاب التدريبات صفحة 39 مسألة رقم 1 تقول: وعاء زجاجي صنع بطريقة نفخ الزجاج وتجاوز طوله 2 متر، قد احتاج نفخ الوعاء إلى حجم النهائي ضغطا مقداره 5.1 كيلو باسكال، أي أن الضغط في هذه الحالة يساوي 5.1 كيلو باسكال، ولكن نحن نستخدم الوحدات الدولية، لذا نقوم بالتحويل إلى الباسكال بالضرب في 10^3 لتصبح قيمة الضغط 5.1 ضرب 10^3 باسكال. نستكمل المسألة، وشغلا مقداره 3.6 ضرب 10^3 جول، أي أن الشغل المبذول في هذه الحالة 3.6 ضرب 10^3 جول. بدءا من حجم ابتدائي 0.0 متر مكعب، أي أن الحجم الابتدائي في إنيشال في هذه الحالة يساوي 0.0 متر مكعب، فما الحجم النهائي للوعاء؟ أي أن المطلوب في هذه المسألة هو حساب الـ V final. إذا لدينا الضغط والشغل والحجم الابتدائي، المطلوب هو حساب قيمة الحجم النهائي. نقوم بوضع علاقة الشغل، حيث أن الشغل يساوي الضغط مضروبا في تغير الحجم، وكما نعلم أن تغير الحجم يساوي الحجم النهائي ناقص الحجم الابتدائي الذي يساوي قيمة الصفر، أو التعويض ب ضرب V final تساوي الشغل، ومنها يمكن تعديل المعادلة تصبح V final تساوي الشغل المبذول مقسوما على قيمة الضغط، وبالتعويض الشغل قيمته 3.6 ضرب 10^3 بينما الضغط 5.1 ضرب 10^3. بإجراءنا للحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية نجد أن قيمة الحجم النهائي في هذه الحالة سيساوي
0.71 من 100 بمراعاة الأرقام المعنوية نقول أنه يساوي 7.1 ضرب 10^1 متر مكعب. مسألة رقم 2 أيضا من كتاب التدريبات. قام أحد الأشخاص بنفخ بالون الرصد الجوي باستخدام قدرة رئتيه فقط للوصول إلى نصف قطر نهائي 1.22 من 100 متر. نلاحظ أنا هنا أنه قد قام بنفخ هذا البالون، أي أن الحجم الابتدائي للبالون سيكون مساويا للصفر، بينما الحجم النهائي سنستدل عليه من خلال نصف القطر النهائي الذي أعطاه لنا، فنقول بأن R final تساوي 1.22 من 100 من المتر. نستكمل قراءة المسألة. إذا بذل 642 كيلو جول من الشغل لنفخ البالون، أي أن الشغل المبذول في هذه الحالة سيساوي 642 كيلو جول، ونحن دائما نستخدم الوحدات الدولية، لذا لازم تحويل الشغل إلى 642 ضرب 10^3 جول. هذه قيمة الشغل المبذول لعملية نفخ البالون. فما الضغط الذي تمت عنده عملية النفخ؟ أي أن المطلوب في هذه العملية هو حساب، أو في هذه المسألة هو حساب قيمة الضغط، لكن لدينا مجهول آخر ضمني ألا وهو الحجم النهائي، لذا لابد في البداية أن نقوم بحساب قيمة الحجم النهائي. البالون يمثل كرة، لذا يكون حجم هذا البالون الحجم النهائي يماثل حجم الكرة، والتي تعادل 4/3 باي آر تكعيب، وهنا الحجم النهائي فيكون قيمة آر إف. بالتعويض عن القيم ضرب القيمة التقريبية 3.14، بينما قيمة نصف القطر النهائي أعطى لنا في المعطيات 1.22 من 100 الكل تكعيب. نقوم بإجراء الحسابات أيضا مع مراعاة الأرقام المعنوية. نجد أن الحجم النهائي سيساوي 7.6 متر مكعب. بذلك نكون قد حسبنا قيمة الحجم النهائي، ولدينا أن الحجم الابتدائي يساوي الصفر، أي أن تغير الحجم يساوي الحجم النهائي ناقص الحجم الابتدائي، وبما أن الحجم الابتدائي يساوي الصفر فتكون قيمة تغير الحجم هي المعادلة للحجم النهائي، أي أنها ستساوي 7.6 متر مكعب. كيف يمكننا الآن حساب الضغط من خلال علاقة الشغل؟ حيث أن العلاقة المباشرة لدينا تقول بأن الشغل يساوي الضغط مضروبا في تغير الحجم، منه نقول أن الضغط المبذول يساوي، أو سوري، الضغط المؤثر يساوي الشغل المبذول مقسوما على تغير الحجم، وبالتعويض عن قيم كل منهم الشغل 642 ضرب 10^3 تقسيم تغير الحجم يساوي 7.6. بإجراءنا للحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية سنجد أن الضغط يساوي 8.45 من 100 ضرب 10^4 بس كده. مسألة رقم 3 من كتاب التدريبات. احسب الضغط اللازم لنفخ كرة بحجم الشمس، أي أن المجهول في هذه المسألة سيكون هو الضغط، مع افتراض أن الشغل المبذول يساوي 3.6 ضرب 10^34 جول، أي أن الشغل المبذول في هذه الحالة سيكون مساويا 3.6
فاصل 6 × 10 أس 34 جول، حيث أن نصف قطر الشمس يساوي 7.0 × 10^5 كيلو متر، أي أن الحجم النهائي سيكون له نصف قطر يعادل 7.0 × 10^5 كيلو متر، ولكننا نتعامل مع وحدات المتر، لذا يجب التحويل فيكون نصف القطر النهائي مساويا ل 7.0 × 10^8 متر. نلاحظ هنا انه سيكون الحجم الابتدائي ايضا مساويا للصفر كما في المسألة السابقة. المطلوب من هذه المسألة هو حساب الضغط. إذن لحساب الضغط يجب علينا في البداية حساب الحجم النهائي لكي يمكن حساب تغير الحجم. أيضا الشمس يمكن اعتبارها كرة، لذا نقوم بحساب الحجم النهائي لها على أنه حجم كرة فيساوي 4 × 3 / r final تكعيب. وبالتعويض عن قيم هذه الكميات 4 × 3 ضرب القيمة التقريبية 3.14 ضرب نصف القطر النهائي سيساوي 7.0 × 10^8 الكل تكعيب. وبإجراء الحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية نجد أن الحجم النهائي سيعادل 1.4 × 10^27 متر مكعب. بعد ذلك نقوم بحساب تغير الحجم، حيث أن تغير الحجم دلتا V يساوي الحجم النهائي مطروحا منه الحجم الابتدائي الذي كما نعلم يساوي الصفر، لذا يكون تغير الحجم مساويا للحجم النهائي، أي أنه سيساوي 1.4 × 10^27 متر مكعب. بعد ذلك نعوض في علاقة الشغل، حيث أن الشغل المبذول يساوي الضغط مضروبا في تغير الحجم، ومنه يكون أن الضغط معادلا لحاسب قسمة الشغل المبذول على تغير الحجم. وبالتعويض عن كلا الكميتين الشغل قيمته كما كان في المعطيات 3.6 × 10^34 تقسيم دلتا في التي سبق حسبناها 1.4 × 10^27. بإجراءنا للحسابات مع مراعاتنا للأرقام المعنوية نجد أن قيمة الضغط ستساوي 2.5 × 10^7 بس كده.